مزيد من الرؤية لهذا المشهد المهم ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين. مساء الخير يا أستاذ طارق وأهلا بحضرتك. مساء النور يا فندم. مساء النور. أهلا بحضرتك. كيف تابعت هذا الاستحقاق الدستوري المهم الانتخابات الرئاسية من الشارع المصري في يومها الثاني؟ الاستحقاق الدستوري مثل صورة كبيرة للوحة فنية جمعت نسيج الشعب على كلمة واحدة، على هدف واحد، على رؤية واحدة، وهي إعلاء الصالح العام للدولة المصرية والمزيد من الجهد والمزيد من التركيز في مجال الاستقرار، وخاصة الاستقرار الأمني والدفاع عن أمن القوم المصري. هذه اللوحة الفنية الكبيرة التي رسمها الشعب المصري بكل ألوان الحب والمودة للوطن، حب تراب الوطن وعشقه، هذه الصورة تؤكد على لحمة الصف ووحدة الاتجاه في أن جميع القوى السياسية والمواطنين والشعب ومؤسسات الدولة والجميع على قدم وساق لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها الدولة المصرية، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو كمان بما يحدث في الإقليم العربي الملتهب من حولنا، وخاصة بعد أحداث غزة وما حدث من قبل في السودان وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي كافة البلدان العربية المحيطة بنا، أصبح الحل الوحيد هو الوقوف جنبا إلى جنب مع الدولة المصرية ودعمها بكل قوة. ولذلك وجدنا أعداد غير عادية خرجت إلى صناديق الانتخاب بصورة لم يسبق لها مثيل، صورة حضرية، صورة متزنة رصينة تؤكد حرص الشعب المصري على صالح الدولة المصرية، وأن المواطن المصري يعلم كل العلم أن هذه الاستحقاقات هي استحقاقات دستورية ترسم خريطة الوطن وتوجه البوصلة إلى الاستقرار والمزيد من تحقيق الرؤية والهدف المنشود للدولة المصرية. واختيار رئيس بحجم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ليكون على قمة حكم هذا الوطن لما له من بعد سياسي وبعد عسكري وبعد اقتصادي، رجل بكل مفاهيم الكلمة، كلمة رئيس، هو رجل مسؤولية، رجل تحديات، رجل لديه القدرة والبراعة في اتخاذ القرارات، وهذا ما يميز فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن غيره من المرشحين، بأنه يمتلك قدرة بارعة في اتخاذ القرار وفي الوقت المناسب، وهذا ما حدث بالفعل. فمنذ أن بدأ الحرب على الإرهاب ثم سطر خطوط عرضية لاقتصاد قوي يقوم على التنمية والبناء والتشييد في كافة المجالات وبناء المدن الجديدة وتحلية مياه الشرب وإقامة المزيد من محطات الصرف الصحي وتطوير القرى و100 مليون صحة وتكافل وكرامة ودعم مراكز التأمين بمبالغ ضخمة جدا، التأمينات الاجتماعية يعني بمبالغ ضخمة جدا، لرفع الحد الأدنى للمعاش، ثم زيادة الدخل القومي من 1200 دخل المواطن عذرا من دخل المواطن من 1200 إلى 4000 جنيه لمواجهة تحديات المعيشة وغلاء الأسعار، وفي نفس الوقت ما له من قدرات بارعة في إرساء مفاهيم الحريات والديمقراطيات عندما دعا إلى حوار وطني يجمع جميع القوى السياسية على مائدة واحدة للخروج بمخرجات تليق بمقام هذا الوطن، وخروج بمخرجات لمواجهة كافة التحديات يكون الجميع فيها مشارك على 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 توازن واحد وفي ما وعلى شكل واحد. الصورة النهائية أن الانتخابات رسمت عظيم مفاهيم الدستور في مواده،
87 هذا النص الذي يؤكد أن حقوق الترشيح والانتخاب وإبداء الرأي واجب وطني. وجاء نص المادة 92 من الدستور أيضا لتؤكد حرصها على هذا النص السابق اللي هو 87، وأكدت أن الحقوق، وهنا نقف شوية، أن الحقوق والحريات اللاصقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا أو انتقاصا، ولا يجوز للقانون أن يمس أصلها وجوهرها. فالأصل هو الترشيح والانتخاب، والجوهر هو ممارسة الحق، مما يعني أن مواد الدستور تعلو كل العلو حتى على التطبيقات القانونية، بما جاء بنص المادة 92 أنه لا يجوز للقانون. هذا يعني أن هذه الاستحقاقات الدستورية هي العلو أعلى مقاما وأعلى تطبيقات في ترتيباتها، ولذلك الشعب المصري يدرك هذه المفاهيم بمفهوم إعلاء الدستور، لأنه الخط الأحمر الذي تحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما دعا إلى حوار وطني، مؤكدا أنه لا خطوط حمراء في مناقشة أي موضوعات ما لم تكن مخالفة للدستور. لذلك سطر الشعب المصري صورة حضارية رائعة عن ديمقراطية ورأي آخر، وجدنا كل الأحزاب السياسية بما فيها حزب الأحرار الإشتراكيين الذي أشرف برئاسته، ومن خلال غرفة العمليات استطعنا أن نرصد أن حزب الأحرار وحده استطاع أن يجمع ويحشد أمام اللجان على كافة أنحاء الجمهورية ما يقرب من 265 ألف ناشط، وده اللي وصل من أمناء الحزب في المحافظات واللجان النوعية المختلفة. لذلك فالجميع شارك في هذا العرس الديمقراطي بصورة كبيرة جدا وبصورة جيدة جدا، ترسم ملامح الوطن الجديد، أن الجميع في بوتقة الوطن ينصهر من أجل الصالح العام ومن أجل الدولة المصرية القوية. صحيح. أنا بشكر حضرتك على هذه الرؤية المهمة لمجريات ثاني أيام الانتخابات الرئاسية، الأستاذ طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، شكرا جزيلا لحضرتك.